وبنتعرف بشكل أكبر على أهمية الرياضة وخاصة للمراهقين في هذا التقرير. الرياضة والحركة لدى المراهقين من أهم النقاط التي يجب أن ينتبه لها الوالدان، فالأبناء في فترة المراهقة بإمكانهم ممارسة جميع الرياضات الممتعة والمفيدة لصحة الجسم، لذا يجب أن نحبب إليهم هوايات معينة، بالإضافة إلى أن هذه الرياضات تزيد من لياقة المراهق وقدرته البدنية وتساعده على تكوين الصداقات والانخراط في المجتمع. تتنوع الرياضات التي تتناسب مع مرحلة المراهقة والتي تنمي مهاراتهم وتقوي تركيزهم في الحياة من الناحية الدراسية والعملية، مثل رياضات الفنون القتالية، فهي تعزز البعد الروحي والأخلاقي للسيطرة على الذات وضبط النفس والدفاع عنها، كما تهدف هذه الرياضة إلى التنمية الشاملة للفرد، بالإضافة إلى الألعاب الجماعية كرياضة كرة القدم وغيرها من الرياضات التي تعتمد على وجود مجموعتين، والرياضات المائية الترفيهية التي تشمل التجديف والكرة المائية. إن ممارسة الرياضة تعلم المراهقين العديد من المهارات الحياتية القيمة، بما في ذلك القيادة وقيمة العمل الجماعي والتعاون وكيفية التعامل مع الإجهاد والضغط وتحديد الأهداف والعمل بجد للوصول إلى الهدف، حيث تسمح ممارسة الرياضة للمراهقين ببناء علاقات مع مدربيهم وأقرانهم وارتفاع تحصيلهم الدراسي. تابعنا معكم مشاهدينا في هذا التقرير بعض الرياضات المتنوعة والخاصة لفئات عمرية، أطفال، يافعين وحتى للمراهقين، فجميل أن نحن نعود أطفالنا ويعني نعودهم على الرياضة ونعودهم على التمارين الرياضية، خاصة أن في كل الأماكن المفتوحة بنتابع بنشوف هناك في الكثير من الأمور اللي تحفز وتساعد على الرياضة، إلى جانب الأندية أيضا موجودة في المنطقة الشرقية أيضا فيها الكثير من الأمور الرياضية واللي يحتاجونها هذه الفئات العمرية. من بعد هذا التقرير مشاهدينا نستكمل معكم فقراتنا وما زلنا في نطاق الرياضة. تعتبر رياضة الأيكيدو هي الرياضة الوحيدة التي اهتمت باستخدام الطاقة الداخلية للجسم، وكان انتشار هذه الرياضة محدود في الدول العربية. اليوم بنسلط الضوء مشاهدينا على هذه الرياضة بشكل أكبر مع أول مدرب إماراتي عالمي في هذه الرياضة الأستاذ ذياب أحمد العسيري. صبحك الله بالخير، يا مرحبا بك معنا أستاذ ذياب. صباح النور والسرور، اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يا هلا فيك استاذي. في البدايه يعني نبي نعرف اكثر عن هذه الرياضه اللي تعتبر ممكن انها رياضه دفاعيه اكثر ما هي قتاليه، حيث انها الايكيدو يعني حتى من مسماها هنالك في فنون مثلا تدريبيه، هنالك في طاقه، ولك عتب على مسميات الطاقه. نتكلم شوي عن الايكيدو وتدارجها او وجودها في دوله الامارات وكيف اقبال الناس عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. فن الأيكيدو هو من الفنون القتالية اليابانية، لكن لها بعض المبادئ اللي تختلف فيها عن باقي الفنون القتالية الثانية. الأيكيدو من أهم مبادئ الأيكيدو هو الدفاع عن النفس مع مبدأ عدم إيذاء الخصم. وهذا المبدأ هو يعني غير متواجد في كل الفنون القتالية إلا في الأيكيدو. إن الإنسان يقدر يدافع عن نفسه بطريقة سهلة وسلسة، لكن إيذاء الخصم هذا مبدأ مهم إنه ما يكون موجود. لذلك ما لها بطولات مثل باقي البطولات القتالية الثانية مثل الكاراتيه والجودو والجوجوتسو، لأن في البطولات حتى الشخص يفوز يعني ممكن يكون في إيذاء للطرف الثاني. لذلك الأيكيدو هي يعني هذا المبدأ جعل منها رياضة غير تنافسية. نعم، يعني هي من الرياضات.
تفضل. نعم تفضلي. لا تفضلي كملي. هي من الرياضات اللي القتالية اللي تعلم الشخص أنه كيف يدافع عن نفسه، مختلفة عن باقي الرياضات مثل ما ذكرت المدرب أذياب. خبرنا عن أساسيات هذه اللعبة، أكيد لها بعض الأساسيات، لها بعض الاشتراطات اللي لابد أن كل واحد حاب أن يلعب هذه اللعبة يعرف هذه الأساسيات، فخبرنا عنها. أولا الاشتراطات، هي ممكن من الرياضات اللي ما لها أي اشتراطات، هي الرياضة القتالية اللي تناسب أي سن وأي وزن. بعض الرياضات حتى يمارسها الشخص لازم يكون بوزن معين، يعني رياضة السومو رياضة يعني معروفة، حتى الشخص يمارس هذه الرياضة حتى لازم يكون لها وزن معين حتى يدخل هذه الرياضة. بعض الرياضات القتالية لازم يكون إنسان حتى يبدأها بسن معين. الأيكيدو هذا السن والوزن غير مشروط في ممارستك لهذه الرياضة. الأساسيات في فن الأيكيدو، يعني هي يعني أغلب الرياضات القتالية لها أساسيات. الأيكيدو أساسياتها أغلبها مسكات في المفاصل، وطريقة استخدام المفاصل أو طريقة التقنيات اللي يمارسها الشخص هو استخدام هجوم وقوة الشخص. يعني كل ما كان الشخص اندفاع قوي للهجوم، كل ما كان استخدام التقنيات سهلة عليه وأقدر أسيطر عليه بطريقة أسرع وأسهل. نعم، وهل لها مستويات يعني أستاذ ذياب؟ يعني مثل ما لاحظنا وشفنا حتى في الفيديو، أحس أنه شوي مشابهة للكاراتيه. خلنا شوي نتكلم عن وجه الاختلاف بينها وبين بعض الرياضات القتالية إلى جانب مستويات هذه الرياضة. أولا الاختلاف بين الفنون القتالية هو اختلاف يعني مثل الاختلاف اللي موجود في كرة القدم والسلة وكرة اليد. الغرض من هذه الرياضات تسجيل الأهداف، والوسائل لتسجيل الأهداف مختلفة. يعني كرة القدم الإنسان يسجل الهدف بقدم، كرة اليد يسجل الهدف باليد، لكن وإن اختلفت الوسائل الغاية واحدة اللي هو تسجيل الأهداف. لذلك الأيكيدو والفنون القتالية الثانية الغرض منها الدفاع عن النفس والأساليب مختلفة. بعض الرياضات تستخدم الرجل، بعض الرياضات تستخدم تقنيات الأرض، بعض الرياضات تستخدم القبضات. الأيكيدو أيضا لها أسلوب للدفاع عن النفس لكن مختلف عن باقي الرياضات الثانية. نعم. المستويات الموجودة في الأيكيدو مثل باقي الفنون القتالية، إنسان يبدأ بالحزام الأبيض كمبتدأ ويتدرج بالأحزمة إلى أن يوصل للحزام الأسود، وبعد الحزام الأسود يعني يبدأ الدانات، يكون الدان 1 والدان 2 والدان 3 وانت طالع. هذه المستويات في الموجودة في الأيكيدو. جميل. طيب أستاذ ذياب، أنت يعني كان لك حلم بأنك تفتتح مركز خاص بلعبة الأيكيدو وحققت هذا الحلم أكيد، فخبرنا عن هذا الحلم وشو الأشياء اللي ساعدتك في أنك تفتح هذا المركز وتحقق هذا الحلم. أنا بديت مجال التدريب 2007، وطبعاً أن يكون موجود الحلم هذا لافتتاح المركز لازم تسبقه بعض الأشياء. الأشياء اللي تسبق تحقيق هذا الحلم هو المثابرة في نشر الرياضة. يعني لا يمكن إنسان يقول أنا 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 عندي حلم وهو قاعد نايم في بيته، لا صح. لازم يتعب. فكانت بداياتي يعني من 2007 إلى أن افتتحت المركز 2013 كان كثير من التعب وعمل عروض ونشر رياضة بكل الوسائل المتاحة لي، كانت من خلال التدريب، من خلال مواقع التواصل، من خلال المنتديات. حتى في أذكر أنا في أيام المنتديات كنت مشارك في 50 منتدي ما شاء الله، يعني أخلص التدريبات وبعدين أذهب إلى البيت وأرد البيت وأنزل يعني مواضيع أو مقاطع عن الأيكيدو في 50 منتدى. نعم. لكن هذا اللي ساعدني حتى أني أقدر أنشر رياضة، لأن الرياضة مش تنافسية، يعني ما لها بطولات، فلازم أنا أستغني عن أشوف شيء بديل عن البطولات بمثل هذه الأمور اللي كنت أقوم فيها. عمل عروض، يعني كنت أقدم عروض في المراكز التجارية، في المدارس، في الجامعات، في الكلية، أي مناسبة أنا أستغلها أقدر أعمل عرض حتى الناس تشوف الأيكيدو وتبدأ تلتحق بالممارسة، لأن فن مختلف، أسلوب مختلف في التقنيات. يعني صحيح. اغلب الناس تحب يعني تلعب الرياضات اللي فيها بطولات حتى ياخذ جوائز، لا هذا الايكيدو ما لها بطولات. صحيح. الانسان اللي بيمارس هذه اللعبه ما بيكون همه اني انا اخذ بطوله. انا يوم لعبت اللعبه هذه ما كان غرضي اني انا ادخل بطولات، لان انا دخلتها
وأنا أعرف أن هذه اللعبة ما لها بطولات، لكن كان غرضي شيء ثاني، أني أنا أوصل لمرحلة أكون فيها أستاذ وأقدر أنا أنشر الفن اللي أنا أخذته من أستاذي وأبدأ أنشره بطريقتي أنا الخاصة. نعم. فأي إنسان يلتحق بهذا الفن غرضه مش بطولات، غرضه أني أنا أستفيد وأتعلم ثم يبدأ دوري أقدر أنا أنشر. نعم. الرياضة بطريقتي أنا الخاصة. ومن حبك للرياضة يعني أستاذ ذياب كونت أيضا قناة، هنالك الكثير من المبادرات اللي خدمت مختلف الفئات العمرية وتحبيبهم لهذا النوع من الرياضة بالذات يعني وخاصة الأكيد. وخلنا نتكلم عن قناتك، مع أنك ذكرت أنه ممكن من أصعب الأشياء أنك تنزل مثل مقاطع على اليوتيوب بحيث أن تعلمهم الأساسيات، وخاصة أنه هي يعني كرياضة نقدر خلنا نكون صريحين مو منتشرة خاصة في دولة الإمارات بشكل كبير. نتكلم شوي عن الصعوبات وعن هذه القناة وحتى الفيديوهات اللي دائما تنزلها. أولا يعني كان يعني تنزيل المقاطع كان في كل وقت يعني، لكن في وقت اللي تم يعني كان في الكورونا وكنا يعني ممنوعين من ممارسة الرياضة، فأنا قلت يعني بيكون لي أيضا دور في نشر الرياضة هذه لكن بأسلوب ثاني. فبدأت أولاً في بعض البرامج مثل التيك توك، فبدأت أنزل مقاطع كثيرة وبدأت الناس تنتبه يعني سبحان الله يعني صار اللي يشوف المقاطع أكثر من الطلبة اللي كانوا يدربون عندي يعني. فبدأت أسوي يعني بعض الدروس التدريبية على أونلاين، لكن حسيت إن في صعوبة في ملتزمين بوقت وغيرها من الأمور صح. وبعدين حتى إذا أنا بنت الأونلاين خلاص الناس يعني ما بقدر تراجع الأشياء اللي أنا سويتها، لكن قلت خلني أتجه لليوتيوب. واليوتيوب يعني المقاطع التعليمية موجودة، ممكن إنسان يرجع يشوف المقطع مرة ثانية يقدر يراجع من المقاطع الموجودة. لكن حتى أني أبدأ بالمرحلة هذه قلت لازم أولا أدرس الفيديوهات الموجودة أصلا في اليوتيوب اللي تعلم الناس الأيكيدو. فشفت ان اغلب المقاطع او اغلب الفيديوهات اللي بيستفيد منها هو الشخص اللي اصلا يلعب اللعبه هذه. يعني لو كان شخص ابدا ما سمع عن الايكيدو وفتح برنامج في اليوتيوب برنامج تعليمي لا يمكن يتعلم منها، لان الاسلوب اللي يستخدمه اكثر المعلمين في اليوتيوب يناسب فقط للناس اللي اصلا تلعب اللعبه هذه. فانا قلت لا، انا بستهدف الناس اللي اصلا ما لعبت هذه اللعبه صحيح. فممكن تستفيد منها. نعم. وجلست يعني قبل ما انزل اول مقطع تعليمي لا جلست اعيده ممكن يومين ثلاثه او ممكن اسبوع اعيد المقطع واشغل المقطع واسوي نفسي كاني انا مش فاهم اللعبه هذه واشوف اذا كان في نقص عندنا، الى ان نزلت اول مقطع والحمد لله يعني كان عدد المتابعين في اليوتيوب يمكن 800 شخص ووصل الى 5000. نعم. واغلب الناس اللي تتابع المقاطع هذه قالت نحن استفدنا منها، بل ان بعض المدربين قال نحن استفدنا اسلوبك في توصيل المعلومه للناس، لان ان يكون الشخص عنده مهاره هذا الشيء وانه يعرف يوصل المهاره، لا انه يوصل المهاره للناس هذا فن ثاني. صح. مش كل شخص ممارس ممكن يكون معلم موصل. طبعا استاذ ذياب نحن نعرف ان لك يعني الكثير من المبادرات والكثير من الامور اللي من خلالها تسعى انك توصل فكره هذه الرياضه لكل فئات المجتمع، وركزت ايضا على فئه ذوي الاعاقه. خبرنا شو الامور اللي عملتها بحيث انك توصل هذه اللعبه لهذه الفئه. قبل ليش اخترت هذه الفئه؟ لازم تعرف ان انا استفادتي انا من تعليم الصم اكثر من استفادتهم مني انا. يعني انا صدق استفدت يعني اكثر من استفادتهم مني انا. نعم. أكيد ممكن استفادوا أكيد، لكن أنا استفادتي كانت أكثر. واتجاهي لأصحاب الهمم، لا هذه لها قصة يعني. طبعا أنا كنت من الناس اللي أقول إن لعبة الأيكيدو ما تناسب إلا الأسوياء فقط، وكنت يعني كنت أنافح على هذا الفكرة إن هذا اللعبة ورياضة. لعبة خاصة للأذكياء وغير الأسوياء لا يمكن يمارسوها. إلى أن سافرت المغرب وتمرنت مع بعض الأشخاص هناك وتمرنت مع شخص أعمى، وانصدمت أن هذا الشخص أعمى ويمارس اللعبة بكل إتقان. فرجعت الإمارات وبدأت أدرس الأسلوب. يعني الإنسان يكون عنده فكرة ما يدخل على طول، لازم يبدأ يهيئ نفسه. فأنا هيئت نفسي في أولا في أسلوب التعامل مع أصحاب الهمم، وإن كانوا هم يعني ناس عاديين لكن أكيد لهم أسلوب في التعامل وياهم. فأنا بديت أدرس الأسلوب التعامل، الأسلوب أصحاب الهمم كعموم. وبما أني أنا بديت مع الصم
فبدأت أقرأ عن الصم وطريقة تفكيرهم وطريقة الأسلوب اللي توصيل المعلومة لهم. نعم. وبدأت وياهم يعني، فكانت الحمد لله كانت من أفضل من أفضل المراحل في حياتي في 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 ممارسة أو في تعليم هذه الرياضة. نعم. كانت مع أصحاب الهمة. اتلهفت في الحقيقة يعني أستاذ ذياب لمعرفة فوائد هذه الرياضة، يعني شو تضيف هذه الرياضة للرياضيين أو حتى ممارسي هذه الرياضة وخاصة من الأصحاب من ذوي الإعاقة؟ خلنا شوي نتكلم عن الإضافات اللي ممكن تضيفها هذه الرياضة لهم. شوفي الأغلب الرياضات القتالية، الأغلب يعني أتكلم كعموم أولاً قبل ما أبدأ في الأيكيدو، هي تعلم الممارس الصبر والتركيز والسيطرة على الأعصاب في 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 وقت ممكن شخص ثاني يفلت أعصاب، لكن بما أني أنا ممارس لفنون القتال عندي أسلوب في ضبط أعصابي. هذا بصفة عامة. الأيكيدو وإن كانت تشابه في هذه الميزات هذه، لكن لها ميزة ثانية، تعطي الممارس قوة التركيز من خلال أسلوب التقنيات اللي يتعلمها الإنسان واللي هي محتاجة حتى أتقنها تركيز عالي، لأن يعني يغلب عليها أسلوب التقني. فالأسلوب التقني حتى أني أنا أبدأ أتعلمه لازم تركيز يزيد. فالممارس خلال مراحله في كل المستويات يبدأ مستواه التركيز يزيد. أنا بديت الأيكيدو ما كان تركيزي مثل الآن من 2003 أنا ألعب اللعبة هذه. نعم. وأنا أشعر بنفسي أني أنا خلال الفترة الطويلة هذا زادت فيني كثير من الأشياء اللي كانت مش موجودة فيني، بل وفي بعضها كانت ممكن تكون موجودة فيني لكن الرياضة هذه صقلتها وطورتها. فالأيكيدو تعلم الإنسان الممارس التركيز، الصبر، الهدوء، الاتزان. حلو. يعني حتى أني أنا في سنة من السنوات كنت أعطي دروس للأحداث اللي هم في السجن الإصلاحية، في السجون الإصلاحية. وبما أن هذا رياضة فن أخلاقي مثل ما هو فن قتالي، استفاد منه كثير حتى في الأحداث. فالأيكيدو يعني بما أنه فن غير هجومي، هو فن يعني أنا أعتمد فيه على هجوم الشخص. يعني إذا الشخص ما هجم علي أنا ما بطبق على أي تقنية. فمن خلال الممارسة الطويلة يتعلم الإنسان أنه ما يكون هو البادئ في الهجوم، عرفتي؟ لأن فن غير هجوم. فخلال الممارسة الطويلة يكتسب الإنسان هذه الصفة أنه يكون شخص غير هجوم. فن يعلمك كيف تتعاملين مع المعلمين في أسلوب أو في بروتوكول في التعامل بين الطالب وأستاذه. هذا البروتوكول الإنسان يكون عنده حتى في الطلبة يتعلمون في المدارس، يعني من خلال ممارسة فن الأيكيدو ويتعلم طريقة الأسلوب التعامل مع أستاذه. هذا يعني يخليه حتى في حياته العامة يتعامل مع الأستاذ أو طريقة الأستاذ ويتعامل أن هذا أستاذي، فيجب أن يكون في عندي تعامل خاص معه. أكيد. فهذه الميزات هي اللي متواجدة في الأيكيدو. جميلة هذه الرياضة اللي نحن من خلالك أيضا أستاذ ذياب تعرفنا عليها أكثر وتعرفنا أيضا على أساسياتها، فيعطيك ألف عافية على كل الأمور اللي تبذلها من أجل أنك تعرف فئات المجتمع بهذه اللعبة الغير معروفة. فالله يقويك إن شاء الله. وشكرا لك الأستاذ ذياب أحمد العسيري، أول مدرب إماراتي عالمي في رياضة الأيكيدو. شكرا لك. شكرا لك أستاذ. عفوا. الله يعافيك. طبعا مشاهدينا بعد ما تعرفنا على هذه الرياضة وأساسياتها مع المدرب ذياب، ننتقل معاكم إلى موضوع آخر. تهتم الشركة بتوفير الخدمات المتكاملة لصغار السن واليافعين لتكون موطنا للعديد من المراكز والمؤسسات التي توفر كافة أشكال الحماية والرعاية للأطفال واليافعين، بالإضافة إلى المشاريع والمرافق التي تساعد على توفير بيئة ترفيهية آمنة. راح نتعرف معاكم مشاهدينا بشكل أكبر عن هذا الموضوع بالتقرير التالي، ونرجع بعده. تهتم حكومة الشارقة بفئة صغار السن واليافعين بتخصيص مناطق للعب الأطفال في حدائق ومنتزهات المناطق الشرقية، وذلك لتعزيز دورها كصديقة للأطفال واليافعين واهتمامها بتلبية احتياجاتهم من الخدمات الترفيهية وفقا لأعلى المعايير. تقوم هذه المشاريع بتوفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع،
وإدخال السعادة على قلوبهم، حيث تخدم مناطق الألعاب الحدائق والجوانب الترفيهية والتعليمية والرياضية والاجتماعية في الوقت ذاته عبر التقاء الأسر في تلك الحدائق التي تم تأهيل معدات الألعاب فيها وفق المواصفات العالمية، كي تحقق جميع معايير السلامة والأمان للمستخدمين من مختلف الفئات العمرية بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات المجتمع في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع من الأهالي والزوار. تعتبر مناطق اللعب التي تم تخصيصها للأطفال عاملاً أساسياً في تنشئتهم تنشئة صحية، فهي تعزز القيم الجسدية والتربوية والاجتماعية والنفسية والتعليمية، كما أنها تعمل على تصحيح السلوك من خلال اللعب مع أقرانه، وتعطي الأطفال مجالاً للاستراحة وامتصاص طاقاتهم في اللهو واللعب والشعور بالسعادة والمرح. إذن مشاهدينا، شاهدنا بعض المقتطفات الآمنة للعب الأطفال في المنطقة الشرقية وبعض الحدائق التي تتميز بها المنطقة الشرقية. إلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. لقانا إن شاء الله يتجدد بكم يوم غد في حلقة جديدة بموضوعات متجددة. إذن شكرا لحسن متابعتكم وشكرا للضيوف الذين أثروا محتوى هذا البرنامج، ومع السلامة. أكيد مشاهدينا بيتجدد لقى معاكم باكر إن شاء الله في حلقة جديدة ومواضيع أيضا مميزة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا ومع السلامة.